شيء خطير فعله جبريل عندما نزل لنبينا محمد للمرة الأولى جعلت النبي يهلع منه ويبتعد. اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس وأنشأه من أول أمره متحليا بكل خلق كريم مبتعدا عن كل وصف ذميم، فهو أعلم الناس وأفصحهم لسانا. ثم لما بلغ أشده حبب إليه اعتزال الناس والخلوة في غار حراء يتعبد لله تعالى الليالي العديدة، ثم يعود إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، وبدأت طلائع النبوة وإرهاصاتها في الظهور. ومن ذلك أن حجرا من مكة كان ينطق ويتكلم ليسلم عليه، ومن ذلك الرؤيا الصادقة في منامه، حيث كان لا يرى أي رؤيا إلا وقعت كما رآها تماما واضحة مثل فلق الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. رواه البخاري. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. وكان جبريل عليه السلام هو المكلف بالوحي، وقد وصف جبريل بالروح الأمين لأن الله تعالى أمنه على الوحي، ولجبريل عليه السلام استطاعة تنفيذ ما أمر الله به. ومن الأعمال العظيمة العقلية والجسمانية وتخصيص جبريل بوصف شديد القوى، ولجبريل إلى جانب قوته الجسمانية قوة مجازية تتمثل في الثبات في أداء ما أرسل به، كما يظهر في قوله تعالى: علمه شديد القوى. لأن المناسب لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم قوة النفس، فجبريل قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه. كانت المرة الأولى لجبريل عليه السلام في زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل جاء إليه في المنام، ودار بينهما الحوار المشهور الذي قال فيه الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، فقال: ما أقرأ، إلى آخر الحوار المشهور. هب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه كما يقول: وهببت من نومي. وفي الغالب كان يخالطه شعور كبير من الرهبة، وقد يكون من الخوف، لأن الملك كان يضمه ضمة شديدة لعلها أرهقته حتى عندما استيقظ في الحقيقة وتذكر الرؤيا التي رآها، خاصة وأنه يعرف أن رؤاه كانت تتحقق كفلق الصبح، فهو يتوقع أن يرى مثل هذا الحدث على وجه الحقيقة، بالإضافة إلى أنه سمع في هذه الرؤيا كلمات غريبة وحفظها. فالجمل التي سمعها من جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذه الكلمات ليست بالشعر ولا بالكهانة، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قاطبة، ويعلم أنها ليست من كلام البشر، فهذا زاد من رهبته. وخاصة أن الآيات التي سمعها تتحدث عن الإله الذي يفكر فيه ويبحث عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الشعور بالرهبة والخوف دفعه إلى الخروج من الغار ومحاولة العودة السريعة إلى بيته ليسكن إلى زوجته خديجة رضي الله عنها. لكن الأزمة اشتدت عندما خرج من معتكفه. لقد سمع صلى الله عليه وسلم صوتا من السماء في هذا المكان الموحش
يقول له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فهذه المرة الأولى التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، رآه في صورة رجل يقف في السماء. كان المنظر مرعبا لا شك، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرف نظره حتى لا يرى الأمر، فيقول عن نفسه: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء. ولكن عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الأمر ليتجنب رؤية الرجل الواقف في السماء، إذا به يرى منظرا أشد رعبا وأكثر تخويفا، إذ إنه رأى الرجل في كل الاتجاهات التي حوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أنظر في ناحية منها، أي من السماء، إلا رأيته كذلك. ثم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف حالته المرتعبة فيقول: فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه وما استطاع أن يتحرك، ويبدو أن الموقف أخذ وقتا طويلا، لأن خديجة رضي الله عنها رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن موعده، فأرسلت رسلها تطلبه في كل مكان، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد غادر الغار ووقف في بطن الجبل ولم يره الناس، فظل واقفا هذه المدة الطويلة. ثم بعد أن انصرف الرجل الواقف في السماء، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة إلى خديجة رضي الله عنها وهو في حالة من الرعب الشديد. من المؤكد أن ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في التفكر في هذا الحدث المهول الذي رآه منذ لحظات. فالرجل الواقف في السماء صرح أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح بكينونته هو، حيث عرف نفسه على أنه جبريل، لكنه لم يكلفه بشيء. والواقع أننا لا ندري إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم على وجه اليقين أن هذا الزمان هو زمان ظهور نبي، أو أن جبريل هو الملك الذي ينزل على الأنبياء، أم لا يعلم هذه الأمور. فالسيرة لم توضح هذه النقطة. وقد أمر الله عز وجل رسولنا الكريم أن يصرح بهذه الحقيقة في مواقف كثيرة من القرآن الكريم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.